لماذا إذن يعاب على المرأة المسلمة حينما ترتدي الحجاب؟ أمر غير معقول وغير مقبول. دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا لأحد التقارير الفرنسية، ونحن نتحدث عن حرية المرأة وعن أن المرأة مصانة في الإسلام وفي الدول الإسلامية مقارنة بالعالم الغربي وبالدول الأوروبية. تقرير فرنسي يشير إلى أن 100% من النساء تعرضن للتحرش في وسائل النقل بالعاصمة الفرنسية باريس. 100% من النساء تعرضن للتحرش في وسائل النقل بالعاصمة الفرنسية باريس. ألا يعد هذا الأمر انتهاكا قويا وصارخا لحقوق المرأة يجعل تلك المنظمات الحقوقية والنسوية تنتفض من أجل الدفاع عن المرأة؟ يعني الحمد لله ليس لدينا مثل هذه المعدلات الكبيرة من التحرش بالسيدات في معظم وأغلب الدول الإسلامية، لكن نشاهد فرنسا التي تتحدث عن حرية المرأة وأن المرأة مقموعة ومقهورة في ظل الإسلام. هذا التقرير الفرنسي الصادم والكاشف لحقيقة إهانة المرأة في فرنسا، بل إنه حتى في الأبحاث العلمية أو الأبحاث العلمية التي تتحدث عن ظهور المرأة في التلفزيون وفي المضامين الإعلامية، أتحدث في كليات الإعلام المرموقة، يتحدثون عن أن المرأة تستخدم كسلعة. يعني أي إعلان يشاهد في التلفاز، إعلان لسيارة، إعلان لعصير، إعلان لمطعم، إعلان لمعرض، تأتي معه امرأة أو فتاة جميلة يتم إغراء المشاهد بها في سبيل تشجيعهم على الحصول على تلك السلعة التي لا تمت للمرأة بصلة أو بعيدة عما يعرض. لكن في النهاية نحن نتحدث عن استخدام للغرائز ولإثارة الغرائز في سبيل تشجيع المشاهد على الحصول على تلك السلعة. يرى إذن علماء الإعلام بأن هذا الأمر يدلل على إهانة للمرأة وأنها تستخدم كعنصر جاذب ومثير لشراء تلك السلعة، ما يعني امتهان كرامة المرأة مع الأسف الشديد. إذن نحن نتحدث عن أن المرأة مصانة في ظل الإسلام وفي ظل دول الإسلامية إذا ما اتبعت قطعا الشريعة، وأنها مهانة في ظل هذه الدول التي تدعي زورا وبهتانا بأنها تدافع عن حقوق المرأة حينما تقوم بالهجوم على الحجاب.